الدولة المصرية والحكومة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح اللي موجودين على هذه الأرض المخصصة للمشروع بتعويضهم تعويض كامل نقدا وعينا. التوجيه، وأنا بأكد علشان ما يثارش أي لغط في هذا الموضوع وبأكد عليه، احنا ملتزمين بالكامل. احنا حاصرين كل اللي متواجدين على الارض، ومحاصرين كل المباني، وحاصرين كل الاراضي الزراعيه اللي موجوده، انا اسف اقول بالنبته الواحده. وبالتالي الدوله ملتزمه بالتعويض النقدي الكامل وايضا تعويض عيني. الدوله مخططه انها جنوب الطريق الدولي الساحلي على طول، الطريق الساحلي سيتم انشاء تجمعات للاهالي لنقلهم ليها، يعني عشان يبقوا في نفس المكان وقريبين منه، لان المتوقع ان هم اللي هيستفيدوا استفاده مباشره من عمليه التنميه،